القبيح هي القبيح سبقوا لي بلاك 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 ها هو سردين ماشي لاتشا تما كوم بقي واقيلا نحكي لك على اينشتاين والمات هادو حسابات وهادو معادلات ان شاء الله نفرحوا كاع المهمات نجيبوا الباك مره فرات وبركات عاودي واش قلتي واقيلا ما عندكش الحاج معانا جعتها واقيلا الباك هذا ناس ملاح جدوه تاك درت كلشي صح ما فهمتش علاش كنت تقول لي بلي انت ما تعرفش الانجليش وما دياغنوستيكي اوتيست كي كنت صغير ابا يا و مون بير ما تقبلهاش داواني هنا في فرنسا في انجلترا ومن بعد زدت شفت ام سي اللي هضر لي على سيندروم داسبرغر زيد لي سي قال قريت فيهم تحوس منهم عجل الكريز و لي زابسونس بزاف سورتو ومن داك المرض ننسى نشرب الدواء تاعي وزيد مون بير قلت لك لا كسيت با لا مالادي كونتريمون مون غران بير لي كان مشجعني كان يقول لي اقرا وجيب الباك تاعك عندك السيندروم دو غاسبير سا تي با نو Yeah, he's right. بصح ما فهمتش كيفاش باباك ما يعرفش شو هاد المرض. سي يعرف واش معناتها. مي il arrive pas à assumer. À chaque fois il marquait une femme جديد ما يقولهمش بلي انا مريض. وغير يبداو يفيقوا لي لي بروف يحبوا يحوزوني. دونك نكمل العام ديالي ونجيب لهم ديج دو موان تاعهم وخلاص. على بالك هنايا ما على بالهمش واش معناتها pour eux un autiste c'est indifferent or dangerous or I don't know alors que être autiste c'est autre chose ما كاش دي سيكول سبيسياليزي هنا في لو كاتاك على باليش انا Depuis l'âge de 8 ans, j'ai avec mon grand-père. Daimen m'a fait la librairie. Quand tu as les filles, tu as les filles. Et tu c'est grâce à lui. Avoir mon bac, c'est comme un exploit pour lui. Donc je suis là pour lui faire plaisir. À la belle, le test n'a rien d'un sujet de lycée. C'est le test professeur Asperger. عجبني اللي تسامبا ومنو فهمت بلي ما جيتيش بك باش تقرينا جيتي باش تقراي علينا تانيت مي سا مديرونج با اتر فوتر كوباي بوغي ميدي افوار مون باك ان شاء الله الا فهمت مليح انت كنت دايما في ليبراري ما لقيت بزاف كتابات نقدر نقول لك بلي قريتهم كاع قول لي البارح هذاك العصبان كليتوه عجبك جزيلنا ما دالكش السطار هنا خلاص حديد انت انا درت فيه الكركمان انا هذاك قلت بالك يوجعك والخطره الجايه كي تخطط به تسرق ها قول لي نعطيك المفاتيح ها ما كان لا تنقز لي كي قلت لك حال هذاك من فوق الصور هذاك ثاني تنقرض ولا كش ما يصرى لك تموت ولا ودك وراهم دراهم عيطوا لي من البنك البارح وفكروني بلي حطيت كاع الدراهم في الكونت تاع الليسي بس ايه نسيت وانا حطيتهم شيخ شيخ وكريم كيفاش نديروا له ها كريم شكون كريم هذا؟ اهدر معايا اهدر معايا انت راك فرحان واش خير؟ اخي هما هربوا هربوا وينهم هذول اللي هربوا؟
بصح انا ما هربت تستعرفوا بيا هكذا كنحبك يا وليدي قافز حابل جن ديناميك هكذا هكذا يا وليدي هكذا راك تخدم يا صحيت صحي يا عبدو يا وليدي هذا العام كامل ما شفتكش تقرا ها واش كاين راني نعاون فيك جدو مليح كي تعاوني بصح اذا تحبني كيما راك تقول تفرحني جيب لي الباك واش تربه يا اخي ماما جابته خوالي كامل جابوه ما لا نزيد لك باك واحد اخر انا اباغي لا تسحقو نجيب لك زوج ولا عشرة زوج ولا عشرة تسمى هنا راك تمسخر بيا يا وليدي انا لو كان جات بيدي كل عام نجوزو وكل عام نجيبو جدو علاش تحب الباك على خاطر الناس بلاح ما ضحكاتكش هذي نحب الباك يا وليدي على خطر سكن في دمي في عروقي شوف رايح نحكي لك واحد الحكاية اللي عمري ما قلتها لك خالك الكبير الله يرحمه ويوسع عليه كي راح يجوز الباك المرة الأولانية ما جابوش أنا دخلت في واحد الزعاف وما عرفتش واش وقع لي اتغميت من زعف هذا كرفت يدي ووضعته بكف وجبته في حجر يما الله يرحمها جدك جدت يماك يا وليدي جدو انت تضرب انا ما اضربش جدو انت تضرب عبدو ما تفهمنيش غلط كانت اول مره واخر مره اللي رفت يدي فيها وحلفت ما نزيدش نرفد يدي ابدا على حتى واحد الحمد لله ما نحبش الضرب والعنف ما نحملش ما تخافش يا وليدي جدو ثاني ما يحبش الضرب ما يحبش العنف جدو وش دارت دوك نكمل لك الحكايه يما الله يرحمها ويوسع عليها كانت تحب ولادي بزاف وكي جابتني ضربته خاب الحال واش وسات حكمت العصا وجرات مورايا وليت انا نهرب لها نجو لها مطبله منا وهي تولي لي منا نروح لها منا وهي تولي لي منا ضربتك جدو لو كان حكمتني نسيها هربت لها ومن بعد دارت لخالك وقاتلوه اسمع انت قلت يا يما سناي فاهمك ما قبل ما تضربيني انا وليدي ما جابليش الباك علاش صحابو كامله جابوا الباك وفرحهم واليهم وانا ما يفرحنيش قالت لي اما لا دوك نوريك هذا الباك كيفاش ندير له ودارت الخلق وقالت له انت جيب لي الحايك نتاعي وهي جوز قدامي نروحوا نعوزوا على الباك هذايا اللي هب لكم وهب لباباكم هيا خف وريهولي من بعيد وانا ندبر راسي ما على بلاش وشنو الباك؟ ايه مسكينه هذيا كيما الناس نتاع بكري هي كانت حاسبه الباك هذاك كاش حاجه كبيره ولا حاجه تخوف ولا مانيش عارف واش لا انت مقبل قلت لي الباك ناس ملاح وهي ما كانتش على بالها شنو الباك ما انت خرجت ليها كيما انت خرجت ليا يا وليدي ما تحبش العنف سوف اصطحب معي ذلك السلاح غدا الى الثانويه واش من سلاح السلاح الاخضر واش قاعده دير هذيك التم ماشي بلاصتها التم ناريمان ماشي بلاصتها التم Oh my god you are really crazy it's absolutely prohibited ممنوع ضرب التلاميذ زيد دوك نفهمها لك العنف ضد الاطفال قد يؤدي بك الى المحاكم قلتها لك باللغه العربيه الفصحى هكا راك فهمتيها وزيد بواش ليه غدا هنيلة ماما كانت تضربني بها كي كنت صغيرة
وجهها ممكن حسها تحرقني. جيد، العنف ضد الأطفال وأطفال. هل تعتقدين فعلا أن الذين عندي في الفصل أطفال؟ قولي جنون، قولي شياطين، قولي مخلوقات فضائية جاءت إلى الأرض خصيصا كي تقضي على الجنس البشري تماما. You are really crazy. يقولي لي وش داروا لك تاني. منهم الهاكرز، ومنهم اللصوص المحترفون، ومنهم من كون جماعة أشرار ويمارس نشاطه في الثانوية بكل أريحية. وهناك نوع آخر من البنات إذا كلمتها كلمة واحدة تقيم الدنيا ولا تقعدها وتدخل في إضراب مفتوح وتقولين لي محاكم. مرحبا بالمحاكم، مرحبا بالإعدام، بالشنق. يا أنا يا هما، اخرتها موت. فهمتي يا للا؟ معليش تقعدي تعاونيني شويه. اها يلا خدتي كلش. تاريخ، جغرافيا، درتي تيست على الانجلي. برافو، il était plein de pièges en plus. ودرك واش نديرو؟ كاين واحد العفسه في العربيه ما فهمتهاش. سكتي ما حكيتلكش اليوم، ماشي درنا لا غريف. ما تقولي ليش الباك انولي هاد العام. نو بعيد الشر، في راسهم ان شاء الله. تي زيلاف مع دي فايو من برا كاساو الليسي وسرقوا لي دوسي تاع الليسي، هو قال دراهم اللي خلصناهم بهم. ما تقولي ليش نعاودو نخلصو كلش من داره وجديد. ما يخي ما ندخلو لكمش القسم. نو ماما، حكمهم كامل غاسا امينه وان اليف. على بالناش شكون بيراطا لي كاميرا تاع الليسي وجبد لهم كاع لي زونجيسترومون. نموت نعرف شكون. بصح علاش درتو لا غريف؟ هذا نقول لك السور كش واحد وحاب يبروفيتي من اوكازيون يخلطها ويوخدنا في الباك. نو حنا درنا لا غريف باسكو غلطوا وظلموا دو زيلاف خاطيهم مساكن وحوزوهم من الليسي. معليش بنتي سي اورجون، فهميني في هادي ومن بعد نكملو نحكيو. شوفي شوفي هادي بوها عليا. هادي ما ايه ما فهمتش، فهميني. صح تبيني اروحي. هاي الحليبة تاع بنتي، هاي تاع ماما. حمام بصحتك، واش ندلك ماما؟ فرماج. ماما تاكلي فرماج؟ ايه هاي خلاص ما ندلك فرماج. هاي هل نزيد لك شوية؟ ايه ماما انتي هاي راسل تاعي. ها عسنا نذوق. بنين تاعي بنتي، بنين 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 صحة ماما انتي. سلمك حبيبتي، سلمك بالصحة ولهنا والشفاء. دوك انا وين نعرف بلي راهم مساكن خاطيه ما مريم. شوفي بنتي اسمعيني مليح وقولي لي واش ندير اذا راكي في بلاصتي. ايماجيني روحك راكي في بلاصتي يا خي. امينه، امينه هذيك الله لا تربحها. شفتي وحده تسجيل بين كنزي وكريم يهضروا على السرقه تاع الليسي. ما فهمتش انايا كيفاش نيماجيني انا هذو بلي راهم يتمسخروا ساكنه. اسكو يتمسخروا اسكو راح يسرقوا؟ صح ما تقلقيش يا مطلقين. انت انا مانيش مطلقه، انا نخمم برك. خمي معايا، والاستاذه هذيك مالك منين جاوها هذوك التسجيلات كامل؟ كيفاه جاوها؟ وقتها جاوها الله اعلم. هنا عرفت انا باللي الليسي تاعنا راهو مراقب 24 ساعه على 24 ساعه. انا الاول كنت حاطه باللي الباب برك اللي راهو مراقب فينا المظهر اللي سي كومبلي كوانا بكوانا. تلاميذ سمعتهم وشتهم بعيني قالوا لي زرزوميه. ماما كلها زرزوميه. لا لا ماما ما تقلقيش يا بنتي، قالوا لي زرزوميه.
الناس برانية وقعدوا لي يضحكوا يقولوا زرزومية. قسما بالله قسما بالله ما تروح لهم هكذاك. انت قولي برك خمي غير على كرشك. انا راني هكا هكا النار النار راهي شاعله فيا. قلبي قلبي راهو ياكل. كيفاش راح نرقد كيفاش راح نرقد يا بنتي؟ ايمالا لازم راجل يخبطو. شكون نخبط يا بنتي؟ شكون نخبط؟ لا نورمالمون انا نتاكد قبل ما نظلمهم. شوفي مهدي ما تقلقيش يا ماما ما تقلقيش. قولي بالله ما تقلقش. ها شوفي مهدي هذاك يوم حكمونيش عليه. ها شوفي حكمت الكرسي طلعت فوقه واش شبكت عليه؟ مي خليت هادو دبازي هادو ركالي هذا كليتو عمال كليتو هوك هوك كنت كليتو منهم خبشتو يلبوني يدي قتلتو على بالك. شوفي محكمونيش قتلت وش عمالك رفدتو ونخبط تقلقيش كنت تقلق يا بنتي عمال ويقولوا لي ما تظلميش صاحبته على بالك انا والخانون جاي يسمع نولي كانيبال. كانيبال كانيبال صح. I noticed that بلي من نهار منعوا تأديب التلاميذ ولاو التلاميذ ما يحترموا لا المدرسة ولا الأساتذة ولا حتى والديهم مرات. وانفورتونيتلي ولا الأستاذ كلي ما عنده حتى قيمة في القسم وكاين منهم حتى اللي يخافوا من التلاميذ. وبعض الأولياء يعني ربي سامحهم كيفاش نقولها كلي في استقالة تامة كما تقولي انتي. هذا يحاسب فيه هذا وطفل بيناتهم داير رايو. تعرفين ما الإشكال يا زميلتي العزيزة؟ زيادة عاطفة الأولياء على أبنائهم وعدم تنبيههم خطر كبير على مستقبل التلميذ هذا الأخير الذي أصبح لا يشعر بالمسؤولية أبداً. لماذا؟ كل ما يتمناه يجده أمامه، لباس، أكل، ترفيه، دروس خصوصية، وتريدينه أن يتحمل بالمسؤولية؟ But they need to learn how to be responsible. لازم يتعلموا كيفاش يكونوا مسؤولين. هيا مثلا في الغرب مهما واش نحكيو عليهم واللي فيهم اللي خاطيهم خاطيهم تلقاه بنو في عمره 18 سنه يخرج برا تحمل مسؤولياتك وحدك. بصح حنا في عمره 30 سنه مازال يقول لك ماما نشاورها بابا يجيب لي قد الفيل واش من ماما وبابا. والله العظيم بصح هذا كله علاش خاطرش تلقاه هو في عمره 30 سنه وماليه مازال يبربروا فيه مسكين ما يقدرش مسكين ما يعرفش مسكين صغير. كاين ماتش البارسا اليوم دوما يا سعد دوك دراري ولاو يتبعوا البالون. انا مسحب بنادم انا ولا فريجيدار. يا ودي احكي لنا واش درنا باباك. واش دار لي غدوه يبدل لي الليسي وخلاص اونطري طون نحالي طوموبيل وقال لك شما تزيد تعاود تغلط ولا ما كاش تحواس الانجليز والمصروف يحبس. اسمع انت ما تخدلاش المعيشه دي تعابي انا تاخد راي غير شريت روتينات. روتينات ماما عطات لي طوموبيل تاعها وزادت لي المصروف طلبت مني سماح. ربي يحفظها مسكينه العجوزه سيرتو كي دلحات عيط لها ماما. مسكينه انا اللي مسكين كل حاجه مكتوبه على اسمها. خلينا رياض ما يجيش اليوم. ما تزيدش بدلي عليها مسكينه داك ستامبوني لي مو ياك بابا حبس له كلش خلاها في الدار. مسكين ولا امه فوايي. هلا السيد كبير علون يضربوا بابا باكو كان يتوشيني بابا انا خلاص عليه مال. يا ودي واش من مال واش من فمال انت تعرف نتايا لو كان ماشي الديريكتور روتيرا لا بلانت لو كان دوكا رانا في سينونا متامين لعبوا في تشكتيكا. انا ندخل سيلونا بابا عنده معرفه كبيره وما يقدرش يسمح فيها اون بلوس دو سا تبهديله ليه الشرف تاعو كرم وعزو. شرف كرم وبليز عزو ايتي قال سمع ايه مال انا مرمون كاسيو باباك على تجيبوا لي لي بروجي انا تاع الدراري تاع الليسيات مالغري كو الليسي هذاك شباب فو باولي. انا الحاجه اللي غاتني من هاد لاكاس سي كريم مسكين زوالي يخدم سردين يا كريم مسكين زوالي ماشي كيما شي ناس يقراو في الليسيات على تشيتشي. لا تشيتشي واش راك تقصد بلا تشيتشي هادي اون بلوس دو سا كريم يبيع السردين. يبيع السردين تغالب دوما نتايا دوما ما يتغالبش معينك. دوك نوريك واحد لا فوتو شكون هذايا. هذا كريم هذا هاك زيد جوز انا داير له البوم. الله غير كريم يبيع السردين ثاني. يبيع السردين الفري سردين ماشي لاتشا يسلع من لا مدرك تاع لي ديتاي ما تعرفهمش. شفت نهار كان يدير سردين 120,000 يما كريم كان يشريه ب 60,000 ويبيعو ب 20,000 كان يخدم مع الفقراء. انا يما كندي على كريده علاش تحبو كندي لنا الظلمه شاك جمعه ربيع في دار عجوز مسكينه. اسمع كريم صاحبك يا ماشي صاحبي هو يخدم صباح انا كومبريو لليل
كاين 12 ساعة ديك على جوار البناتنا دو معيش في كندا. معليش ابعتهم لي، بعتهم لي عندي واحد لافير ندير رايا دورو. وين راهي المسؤولية اللي راني رافدها يا يما؟ منين وكل فيلم يمتل في الشوشة سيدي هادي وحدها. اه شبعت ما نقدرش. هات المغرفة الاخرى كوليها وحدها برك. هلا هلا والله غير بزاف كثرت عليك يا وليدي. وانت على ماش تاكل؟ كول يا وليدي وتهلا في خافتك. قريتهم وعشيتهم ومديت لهم كادو كادو ورقدوا ميتين بالفرح وراني معاونة لك انت يا يما. خلاص انا نيكليتك تشوف كملت كل شيء شبعت. حقا يما حكيتي ليش كيفاش حتى تغميتي؟ طلعت لي لاطنسيون يا وليدي. Thank you.